إلى أي مدى بدت آثارها أو ملامحها في هذه الجلسة التي التأمت في جدة بالمملكة العربية السعودية برئاسة ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان؟ أسعد الله مساءكم أستاذي ومساء مشاهدي قناة الغد والضيوف الكرام. القمة هي سيدي كان فيها جو كريم ومتناغم من الكلمات من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، وكانت هذه الكلمات تركز على ما يدور في الأفق العربي من هموم والتزامات وتحديات، وبالتأكيد كانت القضية الفلسطينية هي حاضرة بصعوباتها ومطالبات بأن تكون المبادرة العربية أساساً لأي تقارب أو حلول للأزمة الفلسطينية، من ثم الترحيب بعودة الجمهورية السورية ومساعدتها على أن تتجاوز الصعوبات التي بها من جراء اللاجئين والإرهاب والجماعات في الجمهورية السورية، كذلك الهموم في لبنان وعدم وجود رئيس وحل الهم اللبناني بما يخدم المواطن اللبناني والمواطن العربي، كذلك الهموم في العراق التي خفت قليلا بعد المصالحة السعودية الإيرانية بضمان الصينية، وهذه المصالحة التي وضعت آثارا طيبة في العالم العربي فيما يخص لبنان سوريا العراق، وأودت إلى هدنة في اليمن. الهدنة بالتأكيد ليست كاملة وهناك اختراقات، ولكن في العمل الجاد الذي يبذله التحالف العربي بإذن الله القادم لليمن خيرا بإذن الله. المشكلة التي هي في السودان بالتأكيد، السودان يا سيدي هناك استثمارات خليجية وعربية تقودها المملكة ب 35 مليار في المجال الزراعي، كذلك الكويت في مجال الزراعة للسكر والاتصالات ب 7 مليار، كذلك قطر ب 4 مليار، الإمارات ب 7 مليار في مجال الموانئ والزراعة. أنا أقول السودان هي سلة الغذاء العربي، نعم. ويجب أن ينهى الصراع في السودان وتعود السودان ممثلة لعالمها العربي وحاضرة بقوة، وكفى السودان اقتتالا يا سيدي. السودان من أواخر السبعينات إلى منتصف الثمانينات إلى أن قادها البشير 30 عاما كانت أكثرها مشاكل وعقوبات دولية. الآن بعد أن ذهب البشير رأى الناس خيرا في أن تكون السودان مستقرة، الخلاف بين الجنرالين البرهان وحميدتي يجب أن يوقف، وأعتقد أن المملكة جادة بذلك. التحديات الدولية والتي حضرت بضيف القمة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحدث عن أزمة دولية جعلت العالم في أزمة من حيث الطاقة، النفط والغاز، سلاسل الغذاء، الدقيق. أنا أعتقد أن حضور ضيف القمة فلاديمير زيلينسكي والحديث عن الأزمة الأوكرانية، ويجب أن توقف هذه الأزمة لأنه يقول عنها بعض المحللين هنري كيسنجر يقول أنها قد تقود إلى حرب عالمية ثالثة. نحن لا نود حروبا، العالم العربي في القمة 32 وفي القمم التي سبقتها والقمم القادمة يسعون إلى التوازن والرفاه إلى المواطن العربي، نعم. إلى ما يقود الأمة العربية إلى تكامل اقتصادي، مشاريع في المملكة بإذن الله يقودها سمو ولي العهد الكريم بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، مشاركة مع دول عربية كمصر كالأردن كالعراق كدول الخليج. وأنا أقول بإذن الله القادم بعد هذه القمة، أنا أقول 19 مايو 2023، قمة جدة للتعاون للشراكات للتنمية للأمن لإنهاء الأمن المائي، إنهاء المشاكل الغذائية، التقارب العربي، الحلول الدولية، حضور العرب كرقم صعب في الصراعات الدولية، هذا ما يعول عليه بعد القمة. وأنا أعتقد أن حضور القمة الكامل من الرؤساء والملوك و رؤساء الوزراء والتمثيل الكامل والتمثيل العالي الدبلوماسي في هذه القمة يجعلنا نؤمل كثيرا، نعم. أن هذه القمة نعم. مختلفة وستقود إلى نجاح يعقب نجاح بإذن الله.